كلامك رائع جدا، بس خليني اسالك سؤال. هلا بدك تقول لي انه حلب المدينة التاريخية العظيمة، نعم، دمشق المدينة العظيمة التي تضرب جذورها الاقتصادية والتجارية والحضارية في التاريخ، بده يجي يحكموها كم واحد هذولي؟ عمين عم تضحكوا؟ الشوام بدهم يسمحوا؟ لك هذولي أهل حضارة، حلب أهل حضارة، كل اللي عم تضحكوا الناس عليه وبتخوفوا الناس ممكن منه، لا توحيد ممكن هؤلاء حضرتك. بعدين في انتخابات بكرة، حضرتك في انتخابات، الشعب السوري يختار معلش من يريد. خلينا شوي شوف شو صاير بمصر، خلينا نرجع. شوف شو صاير بمصر الآن يا نبيل، أعطيني شوي فضل اتنفس فضل. شوف شو صاير بمصر يا صديقي، يا صديقي نحن فتنا على خط الوساطة من أجل يبرود، من أجل تجنيب يبرود حمام دم، وجاء لعندي أطباء أصدقاء من يبرود من المعارضة، واتفقنا على بعض التفاصيل من أجل تجنيب يبرود كما قلت حمام الدم. لكن ما حصل عندما وعددنا بيان في بيتي، وعندما ذهبوا إلى يبرود رفض السلفيون، خليك واقف السلفيون في يبرود. يقول لك الرجل، هل البديل لبشار الأسد هؤلاء السلفيون، هؤلاء القتلة الذين يريدون أن يعودوا بسوريا إلى القرون الوسطى؟ هؤلاء ليسوا سلفيون، سلفيين. وهذا البيان مفبرك كما فبركت آلاف البيانات. اسمعني، إيه؟ انتهى الوقت. ثم أن الإخوان المسلمين أصدروا من 6 أشهر عهدا إسلاميا يؤكد على فصل السلطات، ويؤكد على الدولة المدنية، ويؤكد على القضاء المدني، ويؤكد على الانتخابات الحرة، ويؤكد على عدم أسلمة الثورة. أولئك القاعدة الإسلامية التي يمثلها لواء التوحيد الذي يتحدث عنه، هؤلاء عهدهم، وأنا أخذهم كمثال، أنا لست سنيا، هذا عهد الإخوان المسلمين، عهد الدولة المدنية، عهد فصل السلطات، عهد الانتقال السلمي إلى الديمقراطية. طيب ما هو مستقبل بشار الأسد بعد الاعترافات كي ننهي البرنامج؟ يجب أن يقتل ويقاوم ويقتل حتى يهزم وحتى آخر وكر يلجأ إليه. لا دولة علوية، لأنه لا علاقة له بالعلويين، ولا دولة، لا وكر يأويه، سيموت كما مات الكلاب. من قتل ملايين الناس وهجرهم وانتقم منهم وحقد عليهم، طيب، من أعاد إلى التاريخ جدار برلين الفاصل بين الشيعة والسنة، من هو؟ وأفتن الشيعة والسنة نصر الله والأسد بالتعاون بينهما. هؤلاء الذين بنوا جدار الفصل العنصري الإسرائيلي وجدار برلين بين السنة والشيعة، اليوم لا نذهب مكان إلا ويسألنا هل أنتم مع بشار أو ضد بشار. هذا الذي فخخ سوريا بالفتن الطائفية والمذهبية، ولم يقتل إلا السنة، وقتلهم بالطائرات، وقتل أطفالهم، وقتل ودمرهم. لماذا لم يذهب إلى إسرائيل؟ لماذا لم يقتل؟ انتهى الوقت. لماذا لم يقتل؟ تفضل. أنا عندي جملة واحدة. انتهى الوقت. تفضل. سرعة. مرة لو لم يكن لديه من الشعب ما يكفي للصمود. مشاهدي الكرام. مشاهدي الكرام. إلى اللقاء. إلى اللقاء. نعم.